بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في حل أسئلة امتحان 2021-2022، امتحان الجغرافيا في مادة الجغرافيا. أول سؤال هنتكلم عنه، هنحله أسئلة الصواب أو الخطأ. السؤال رقم واحد: التغيرات الدورية المنتظمة تحدث بشكل عشوائي، دي إجابة خاطئة. سين اثنين: تداخل مياه البحر إلى القارات، عامل إيجابي، إجابة خاطئة، لأن طبعا تداخل مياه البحر بيؤدي إلى تآكل الصخور واختفاء المدن واختفاء الرصيف القاري للسواحل، ده كله بيؤدي إلى، بيبقى عامل سلبي وليس عامل إيه، عامل إيجابي، يبقى الإجابة خاطئة. سين ثلاثة: يسبب ثاني أكسيد الكبريت للإنسان الإغماء وخفقان في القلب، دي إجابة خاطئة. سين أربعة: توجد الحلقة المحللة في النظام البيئي البشري، طبعا دي خطأ. سين خمسة: التلوث الميكروبي في مياه الصرف الصحي يسبب أمراضا عصبية حادة، طبعا إجابة خاطئة. سين ستة: ذوبان عناصر المعادن الثقيلة في التربة يؤدي إلى انتقالها عبر سلسلة الغذاء، دي إجابة صحيحة. سين سبعة: تقوم بعض أنواع البكتيريا بأكسدة الحديديك إلى حديدوز، طبعا إجابة خاطئة. سؤال ثمانية: تمثل الشمس مصدرا للطاقة في النظام البيئي غير الطبيعي، بينما تعد مصادر الطاقة الإحفورية مصدرا للطاقة في البيئة الطبيعية، طبعا إجابة خاطئة، لأن الشمس من مصادر النظام البيئي الطبيعي وليس العكس. سين تسعة: تسود البيئة الاستوائية أمطار غزيرة طول العام، دي الخصائص المناخية للبيئة الاستوائية، طبعا إجابة صحيحة اللي هو رقم ألف، البيئة الاستوائية أمطار غزيرة طول العام، رطوبة طول العام، ودي طبعا حرارة مرتفعة لأنه من المناطق والبيئات الحارة. سين عشرة: قسم العالم الجغرافي فلير العالم إلى ستة أقاليم بشرية، دي إجابة صحيحة، صح. سين 11: تؤدي الغابات الاستوائية دورا كبيرا في توازن البيئة، إجابة صحيحة رقم ألف. السؤال رقم 12: لا دخل لتلوث الهواء الجوي بتلوث التربة، إجابة خاطئة، لأن تلوث التربة سببه اللي هو تلوث الهواء بالعوالق والغازات والأتربة والجسيمات، وكل ده بيسقط على التربة فبيؤدي إلى تلوث التربة مش العكس، يبقى إجابة خاطئة. في آخر سؤال في صح وخطأ، إجابة خاطئة. أسئلة الاختيار من متعدد. سين 13: عملية البناء الضوئي لإنتاج الغذاء يقوم بها إيه؟ يقوم بها طبعا النباتات وليس الحيوان ولا الإنسان ولا أي إجابة تانية، الإجابة الصحيحة النباتات، البناء الضوئي العملية الأساسية اللي بتقوم بها هي النباتات. سين 14: من الأمراض المتوطنة اللي هي خاصة بمكان أو بيئة معينة في بيئة السافانا والغابات المدارية الأفريقية، الإجابة الصحيحة رقم دال، الحمى الصفراء والملاريا، طبعا الحمى الصفراء والملاريا الحمرة الصفراء اللي بتسببه الحيوانات القرود، القردة هم اللي بيسببوا الحمى الصفراء والملاريا، بتسببها أنثى البعوض اللي هي الأنوفيلس، وطبعا دي من الأمراض اللي هي البيئات الحارة اللي هي السافانا والغابات المدارية، الإجابة الصحيحة الحمى الصفراء والملاريا في سؤال رقم 14. سؤال 15: غاز أول أكسيد الكربون رائحته لا رائحة له، الإجابة الصحيحة لا رائحة له رقم جيم. سؤال 16: الهواء النقي في الجو لونه، طبعا الإجابات كلها خاطئة ما عدا رقم ب اللي هو لا لون له، الهواء النقي لا لون له، ملوش لون، الإجابة الصحيحة رقم ب. سين 17: تعد الغابات المتوسطية اللي هي المعتدلة الدفيئة مصدرا من مصادر الثروة الطبيعية ومن أهم أشجارها، الإجابة الصحيحة اللي هي البلوط والأرز، دي الإجابة الصحيحة. الصنوبر والشربين من المحاصيل اللي هي من محاصيل أو من مصدر الثروة الطبيعية في الغابات اللي هي المخروطية اللي هي المعتدلة اللي هي الباردة الصنوبر والشربين، لكن الإجابة الصحيحة في سين 17 اللي هي البلوط والأرز رقم ب. سؤال 18: تعمل الغابات، الإجابة الصحيحة تلطيف درجة الحرارة، تلطيف درجة الحرارة هي الإجابة الصحيحة في سؤال رقم 18 اللي هي تعمل الغابات على تلطيف درجة الحرارة، دي الإجابة الصحيحة. سؤال رقم 19: تعد بعض أنواع البكتيريا مخلوقات حية منتجة ذاتية التغذية تحصل على غذائها كيميائيا عن طريق، الإجابة الصحيحة رقم ألف، البناء الكيماوي.
سين 20 تعمل الحرارة في الماء على تحلل المواد العضوية. الإجابة الصحيحة رقم د المواد العضوية. سين 21 المرحلة الثانية من مراحل التفاعل الإنسان مع بيئته شهدت. الإجابة الصحيحة في سؤال 21 بداية استقراره بمعرفته الزراعة واستئناس الحيوان. سؤال 22 الطفيليات تنتمي إلى مجموعة المستهلكات فهي تعد مخلوقات غير ذاتية التغذية. دي الإجابة الصحيحة رقم ج. الإجابة الصحيحة في سؤال 22. سؤال 24 نباتها يتميز بالجذور الكثيفة والعميقة يعني متعمق في التربة والأوراق المغطاة بطبقة شمعية هي بيئة. الإجابة الصحيحة الحشائش الحارة زي الصبار والنباتات الشوكية. النباتات الشوكية بتبقى مغطاة بطبقة شمعية لتحمل الجفاف وقسوة الظروف المناخية. يبقى الإجابة الصحيحة الحشائش الحارة هي الحشائش أو النباتات اللي هي لها جذور عميقة والأوراق مغطاة بطبقة شمعية. سؤال 25 تسبب الجسيمات العالقة في الجو تشتيت نسبة كبيرة من. الإجابة الصحيحة رقم د الغازات. الجسيمات بتؤدي إلى تشتيت الغازات في الجو. سؤال 26 عندي ينتج عن تلوث التربة من الجو مشكلة التلوث الإشعاعي رقم ج. الإجابة الصحيحة مشكلة التلوث الإشعاعي. سؤال 27 التلوث الميكروبي للمياه العذبة يأتي عن طريق مياه الصرف الصحي. الإجابة الصحيحة رقم ألف. سين 28 اكتساس الغابات وحفر المناجم يؤدي. اكتساس يعني قطع الغابات وحفر المناجم يؤدي. الإجابة الصحيحة رقم ألف تعرية الأرض وكشف معادنها. سين 29 ينتج بسبب الاحتراق والأكسدة في غاز بينتج بسبب الاحتراق والأكسدة لبعض مواد القشرة الأرضية والبراكين وتنفس الإنسان والحيوان هو غاز. الإجابة الصحيحة ثاني أكسيد الكربون رقم ب. ثاني أكسيد الكربون هي الإجابة الصحيحة في سؤال 29. سؤال 30 للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية دورا في البيئة متمثل فيه يعني الأسمدة والمبيدات الحشرية بتؤدي دور متمثل في إيه؟ لها منافع ولها أضرار حسب استعمالها. الأسمدة والمبيدات الحشرية لما بستخدمها بإفراط بتؤدي إلى أضرار لكن أما استخدمها بطرق مناسبة أو كمية مناسبة في التربة بتؤديش إلى أي أضرار ولكن العكس. يبقى الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية في البيئة تؤدي إلى منافع وإيه ولها أضرار حسب إيه حسب استعمالها. دي الإجابة الصحيحة رقم جيم. سؤال 31 ظهور الإنسان الأول كان في مرحلة الصفر. الإجابة صحيحة مرحلة الصفر رقم د. سؤال 32 من العوامل المحددة للنظام البيئي المائي. الإجابة الصحيحة رقم ب اللي هو الأكسجين المذاب والأشعة الشمسية. المذاب الأكسجين والمذاب والأشعة الشمسية هي من العوامل المحددة للنظام البيئي المائي. الإجابة الصحيحة رقم ب في سؤال 32. سؤال 33 مدرسة تتلخص فلسفتها في أن الإنسان ليس مجرد مخلوق سلبي يعني الإنسان مش مخلوق سلبي خاضع تماما لمؤثرات البيئة الطبيعية هو بيغير في البيئة ولكن له قوة إيجابية فعالة في تغير وتطوير البيئة حسب اختياراته وما يناسب قدراته. هي المدرسة. الإجابة الصحيحة رقم د اللي هي المدرسة الإمكانية. المدرسة الإمكانية في سؤال 33 هي الإجابة الصحيحة. سؤال 34 محاولة الإنسان التكيف مع بيئته وتمثلها حرفة الرعي استجابة. الإجابة الصحيحة استجابة التأقلم اللي هو الإنسان بيتأقلم الإنسان بيتأقلم حسب ظروف البيئة التي يعيش فيها. يبقى الإجابة الصحيحة في سؤال 34 اللي هو استجابة التأقلم. سؤال 35 سبب ذوبان الأكسجين في الماء يرجع إلى. الإجابة الصحيحة الحرارة وحركة الماء رقم ب الحرارة وحركة الماء. سؤال 36 يطلق على علم البيئة. علم البيئة بيطلق عليه إيكولوجي. إيكولوجي هو علم البيئة بيطلق عليه إيكولوجي هو علم البيئة. الإجابة الصحيحة رقم د. سؤال 37 المخلوقات الحية الاختيارية هي كائنات تستطيع أن تكيف نفسها حسب الوسط الذي تعيش فيه مثل. الإجابة الصحيحة الكائنات المنتجة.
سؤال 38: التوسع الصناعي ظاهرة خطيرة تتمثل في تآكل طبقة الأوزون بسبب إيه؟ بسبب تزايد مركبات الكلوروفلورو كربون. دي الإجابة الصحيحة رقم د اللي هو التوسع الصناعي، طبعا بجميع المصانع والحاجات دي كلها بتؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون والتلوث الصناعي. الأكثر غاز بيسبب تآكل طبقة الأوزون هو مركبات الكلوروفلورو كربون. دي الإجابة الصحيحة رقم د. سؤال 39: تقع معظم الصحاري الحارة في غرب القارات. في غرب القارات، دي الإجابة الصحيحة رقم ج، اللي هي الصحاري الحارة بتقع غرب القارات زي صحراء أريزونا في غرب أمريكا الشمالية، وصحراء أتاكاما وبيرو في غرب أمريكا الجنوبية، وصحراء شبه الجزيرة، وصحراء صار، وصحراء الربع الخالي. كل دي صحراء، ومن أكبرها طبعا في قارة آسيا اللي هي صحراء شبه الجزيرة العربية، بتقع في غرب قارة آسيا في الجنوب الغربي في غرب القارات، وصحراء كالهاري في غرب أفريقيا. معظم الصحاري الحارة أو كلها معظمها يعني بيقع في غرب القارات. دي الإجابة الصحيحة في سؤال 39. سؤال 40 عندي: أكبر وأضخم النظم البيئية هي البيئة المائية. رقم ب الإجابة صحيحة، البيئة المائية هي أضخم وأكبر النظم البيئية. سؤال 41: أغلب كتلة الهواء موجودة بالقرب من سطح الأرض نتيجة لتضاخد جزيئاتها إلى أسفل، بفعل إيه؟ إيه اللي بيخلي الهواء بينجذب إلى أسفل؟ اللي هي الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية، أغلب كتلة الهواء موجودة بالقرب من سطح الأرض بسبب الجاذبية الأرضية. سؤال رقم 41 الإجابة الصحيحة الجاذبية الأرضية رقم ألف. سؤال 42: من أثار بيئة الغابات المخروطية على سكانها احترافهم لحرفة قطع الأخشاب وصيد الحيوانات ذات الفراء. دي الإجابة الصحيحة رقم ب في سؤال 42: قطع الأخشاب وصيد الحيوانات ذات الفراء. سؤال 43: من أبعاد التنمية المستدامة البعد الاجتماعي. دي الإجابة الصحيحة، البعد الاجتماعي من أبعاد التنمية المستدامة. سؤال 44: أشهر الغلات الزراعية في الغابات النفطية محصول البنجر. محصول البنجر طبعا لا يصلح زراعته إلا في المنطقة المعتدلة الباردة زي قارة أوروبا. طبعا قارة أوروبا من أشهر القارات اللي بتنتج محصول البنجر. البنجر وهو من أشهر المحاصيل اللي بتزرع في الغابات النفطية. يبقى الإجابة الصحيحة في سؤال 44 اللي هو محصول البنجر. سؤال 45: الإنسان ابن بيئته الطبيعية والثقافية والاجتماعية، فهو يتأثر بها ويؤثر فيها. دي الإجابة الصحيحة رقم ب في سؤال 45: يتأثر بها ويؤثر فيها. سؤال 46: النظام البيئي الطبيعي يمثله ثلاث حلقات متصلة، هي مخلوقات منتجة ومستهلكة ومحللة. طبعا كل الإجابات، جميع الإجابات السابقة صحيحة. دي الإجابة الصحيحة، النظام البيئي الطبيعي يمثله ثلاث حلقات، جميع الإجابات السابقة صحيحة في سؤال 46. سؤال 47: تلوث الجو بالجسيمات يتسبب في أمراض الشعب الهوائية والحساسية لدى الإنسان. دي الإجابة صحيحة رقم ج في سؤال 47. سؤال 48: تدخل الجسيمات إلى الهواء من مصادر طبيعية وبشرية الاثنين معا. يبقى الإجابة الصحيحة في سؤال 48 اللي هو رقم ألف، طبيعية وبشرية. سؤال 49: النباتات البحرية المشبعة بالزئبق تسبب الإنسان مرض يضرب الجهاز العصبي. دي الإجابة الصحيحة رقم ب، الجهاز العصبي. تتمثل أهمية البحار والمحيطات في كونها مصدرا من مصادر الثروة المتمثلة. طبعا جميع الإجابات السابقة الصحيحة، لأن البحار والمحيطات مصدر من الثروات، مصدر من مصادر الثروة، الأملاح المعدنية والثروة السمكية والنفط والغاز الطبيعي. جميع الإجابات السابقة صحيحة في سؤال 50. سين 51: تتكون المواد الهيدروكربونية من عنصري الهيدروجين والكربون. الهيدروجين والكربون ديت مواد اللي جابت سؤال 51 اللي هي رقم ألف، الهيدروجين والكربون. سين 52: الزراعة في إقليم التندرا. طبعا إقليم التندرا اللي هو في الأطراف الشمالية من قارة أوروبا، من الأطراف الشمالية من قارة آسيا، من الأطراف الشمالية لقارة أمريكا الشمالية. دي المنطقة الباردة اللي بتمتد من 60 إلى 90 شمال وجنوب خط الاستواء. الزراعة فيها طبعا زراعة شبه مستحيلة. الإجابة الصحيحة شبه مستحيلة رقم ب. سؤال 53: يعد النظام البيئي الطبيعي أكثر النظم تعقيدا وتشعبا بسبب تعدد مكوناته. الإجابة الصحيحة رقم ب، تعدد مكوناته. سؤال 54: أنثى بعوضة الأونوفيلس
اللي هي ذبابة الأنوفيلس اللي هي في المنطقة الحارة تسبب مرض الملاريا. الملاريا اللي بتسببه اللي هي أنثى البعوض اللي هي الأنوفيلس الملاريا. الإجابة الصحيحة رقم ألف الملاريا. سؤال 55 يشمل الجانب الحضاري اللامادي. الإجابة الصحيحة عقائد الإنسان وثقافته. سؤال 56 أي من المصطلحات الآتية يندرج تحت البيئة المائية؟ الإجابة الصحيحة المياه العذبة والمالحة. الإجابة الصحيحة المياه العذبة والمالحة رقم ج المياه العذبة والمياه المالحة. سؤال 57 المكافحة الحيوية للحشرات تقوم باستخدام أسلوب تعقيم الذكور. دي الإجابة الصحيحة رقم د. سؤال 58 ينتج عنها زحزحة الدورة الهوائية وتغيرات في الدورة الهيدرولوجية اختلاف مقدار الأشعة الشمسية. الإجابة الصحيحة اختلاف الإشعاع الشمسي. دي الإجابة الصحيحة رقم ب. سؤال 59 عبر الجغرافي البريطاني عن التفاعل بين البيئة والإنسان بتقسيم العالم إلى مجموعة من الأقاليم وإن الإقليم الذي يبذل الإنسان فيه الجهد الكبير كي تكافئه الطبيعة بسد احتياجاته يصل إلى درجات الرقي هو الإقليم العمل وبذل الجهد. طبعا في عندي أربع أقاليم اللي هو أقليم الصعوبة الدائمة زي المناطق الجبلية وإقليم الارتحال وإقليم الضعف. كل الإجابات دي خاطئة ما عدا اللي هي الإجابة الصحيحة العمل وبذل الجهد هو الإقليم اللي هو عبر به الجغرافي البريطاني عن إن الإنسان بيبذل جهد في بيئة معينة بينتج عنها البيئة دي بتكافئه في سد احتياجاته ويصل إلى درجة الرقي. يبقى الإجابة الصحيحة في سؤال 59 اللي هي إقليم العمل وبذل الجهد. سؤال رقم 60 لم يظهر أي نوع من أشكال الحياة على سطح الأرض في بداية مرحلة. الإجابة الصحيحة مرحلة الصفر وده كان آخر سؤال وكده خلصنا أسئلة امتحانات السنة دي في حلها وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.